دائما نجد في مثل هذه المهرجانات أو في مثل هذه الأحوال دائما نجد راحة، ولما لا، لما لا أن يستمر هذا المهرجان، أن يخرج عن إطار أو الحدود المملكة العربية السعودية ويخرج إلى بلاد أوروبية بما فيها صربيا، ونحن نرحب بكم وبهذه الفكرة، ولكم بسم الله ما شاء الله مجالات كثيرة ومكثرة للرجوع إليها، مجالات الأصالة. ندعو الله لكم بالتوفيق وبالتمسك بهذه الأصالة وتمسك الزائد بهذه الأصالة، لأننا كلما ننسى عروقنا وأصالتنا ننتهي. في هذا المجال أنا ما زلت مبتدئ، لكن كلما أنظر إليها أقول ما شاء الله والحمد لله.